يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. شنو هو الحرب من الله وشنو هو الحرب من الرسول؟ بعض المفسرين يقول ان الحرب من الله عز وجل هو عبارة عن النار التي يعاقب بها في الاخرة، والحرب من الرسول هو عبارة عن القتال. اذا واحد يتعامل بالربا وينهى الاسلام وما ينتهي يقاتله، لان مخالفة بند من بنود القانون، مثل ما واحد لما يخالف لبند من بنود القانون تعاقب الدولة، الاسلام يعاقبه. لكن لو قدر الاسلام يعني يحكم يعاقبه ويلاحقه. فيقول الحرب من النبي هو عبارة عن القتال، والحرب من حرب. اكو رأي اخر يقابله وهو لعله ادق، ان الحرب من الله عز وجل اكو حرب يكون بيها الجزاء من نوع العمل. شلون الجزاء من نوع العمل؟ انت شايف السارق لما يبوك مو الشارع يقطع ايده؟ ليش؟ كان هاليد هاي اللي تمتد للسرقة هو ما يحصل على السرقة الا بيده، يقبضها بيده. اذا قطع ايده يعني قطع عند الطريق للوصول للسرقة. زين؟ هذه الحرب تكون اكو منها النوع. واحد ليش يطلب الربا؟ يطلب الربا حتى تصير عنده فلوس ثروة هواية، يحصل فلوس اكثر. شي يجي لي الاسلام بيش يحاربه؟ يحاربه بان يسحت امواله. يمطل الكياب مرضى تاخذ لها منه فد 10,000 دينار، والشكل فد مرضى من المرضات. يمطل الكياب مصيبه من المصائب، يخلي يذب بامواله وما يلحق. يذب عليه كارثه من الكوارث، يعني يمحق الاموال، يوجد طرق تذهب الاموال، يعني تحرق للمال بعكس الطرق الطبيعيه او البيع والشراء اللي الله عز وجل يبارك فيه وينمي فيه الثروة. لان الربا الحرب الذي يحارب به الله عز وجل، الربويين قد يحارب من هالنوع من هذا الطريق. واعتقد هاي اكو بها تجارب موجودة، يعني انا اعرف تقريبا 20 واحد عندنا كانوا مثلا بالعراق يتعاملون بالربا، اعرف، وبعضهم وصل الى درجة من الثروة قمم يعني صاروا. بس الغريب انا هذول 20 واسماهم عندي تقريبا ما شفت واحد من عندهم ما اضطر بالاخير ان تصدق عليه الناس. بالله العظيم هذا اللي رايته في هالفتره القصيره اللي عشتها. غريب يعني. هذا موضوع الربا فد موضوع يعني الى تاثير الله عز وجل يمحقه، يزيده، مو يربي الصدقات ويمحق الربا، هو الواقع المحق للربا هنا. يعني يحاول ان يجد له مصرف غير طبيعي فيمتص تلك الاموال التي اخذت من الربا. ليش؟ لان هذه الاموال الواقع امتصت من الاكباد الجائعة، والله عز وجل يريد يقول فان كان ذو عسرة فنظرة الى سرة. لان هذا لما اجى وهو محتاج، ولما يكون محتاج انت لا تستغل حاجته، بالعكس حاول ان تقيل عثرته. اقيلوا ذوي المروءات عثراتهم فما يعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده ترفعه